قاعد شلونك اخباركم؟ ادري بحالتكم. اليوم مليون مقطع، المقطع مليون يوم، اليوم مقطع يوم الزبده. انه بحالتكم ادري انه كان شوف اللي انت اوكي الزبده. انا معي الحين 10,800 الزبده. انه خلينا نقول انه بكره بيجيني 200، تمام؟ اقصد اي بكره بيجيني 200 وخلاص. خلص الروبوكس اللي بالمتجر. تخيلوا انه معي 11، سو بيبقى لي على الرجل بس 3000. سو انا ابغى الحين، ادري كثير يقولون انه شو اسمه ذا، كثير يقولون يا اخي شفيني اكلج، انه اي بتسكر حسابي اذا بعت في المتجر الزبدة. انه اذا جاني 5000 بيجيني بس 7000، لان هذا قوانين روبلوكس الغبية. الزبدة انه الحين راح اوريكم قولي الـ5000. سلطان جاي من المتجر. احلى والله، سلطان جاو باندين من المتجر. دغري في اليوم. اما انا حاط في المتجر. اما باندي سلطان جاو باند، استغفر الله انا مبسوطة. ما باند ايش دخل ذا؟ كذا روبلوكس كوم جاي. سلطان جاو باند من كلمة اقبلي. تخيلوا بس كتب اقبلي وجاو باند. ماشي دخل يا ابوي. الله يسر عليك انجلا. الزبدة انه ادري انه بينحذف حسابي اذا بيت بالمتجر. المهم اللي موافق كذا اول ما يضيفني وكذا بسوي المتجر، بعدين يعني يشتري واحذفه على طول، فهمتوا؟ ما شاء الله علي، انا ادري اني ذكية. خلاص والله مزح، والله مزح. الزبدة انه يا خطته ناجحة ان شاء الله، ان شاء الله ما يعني يروح حسابي، وانا ما جاني تحذير ابد. سو يا يلا الحين راح اوريكم عرضي. اول شيء راح اعطيه الكاندي، واحد كاندي بوحده. بعطيه هذا البامكن وهذا الفروست، ما ادري وشو هذا، من الكريسماس، من الكريسماس يعني من تحديث الكريسماس. سو خلينا نشوف من 2017، شوفوا من 2017. اي صح صح نسيت، هذه البالونه قوتها اكثر من الكاندي، صح سلطان؟ قوتها 250 ذي البالونة بس، تخيل. هذي وهذي وهذا هذي هذا، طبعا قوتهم مع بعض. كم قوتهم مع بعض؟ انا سألتك، سألنا بعض نفس السؤال. سو انا بحسب وارجع لكم. وي كيوت صغير مرة. جايز قوتهم مع بعض شو اسمه ذا، الأسلحة اللي قبل شوي بركم إياها، قوتهم مع بعض 605، أنتم متخيلين؟ مرة يعني 605 مرة كثير يعني. سو اللي بيقبل يقول لي في الكومنتس مقابل 6000 روبوكس بس، والقوات تخيل وصلت 605. أو ماي جاد. واللي يبغى يفرحني يعني يبغى يقبل على العرض وأشتري الرجل اللي أنا أبغى أشتريها قبل بعض الناس. أزبد إنه اللي يبغى يقبل يا أوف، فقعت عيني مبيض. أزبد إنه اللي يبغى يقبل يكتب لي في الكومنتات و قبل ما يروح العرض، لأن ما شاء الله على طول ناس تقبل. سو لا حد يقول بشحن بكرة، بشحن بعد 7 أيام، بشحن بعد أسبوع، لا أبغى الحين. واللي موافق على طول يقول يلا خذي اسم حسابي كذا، قولوا أنا موافقة هذا اسم حسابي، فرح لا ترسلين. اللي يبغى يشتري وش سويت أنا؟ اللي يبغى يشتري يكتب لي في الكومنت انا موافقه وهذا اسم حسابي، واللي يكذب عشان بس اضيفه على طول بعطيه بلوك. سو بس والله سيو.